نوفمبري خالص. الجزائر الجديدة تبنت وبإيمان راسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، فكان لزاما الاهتمام بمناطق الظل لتشرق عليها شمس التنمية حفاظا على كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم. الجزائر الجديدة هي أيضا اهتمام بالشباب، بمستقبل الجزائر وبغدها المشرق، شباب يتطلعون إلى مستقبل زاهر بكثير من الأمل وبكثير من التفاؤل، ويتمسكون بماضيهم بكثير من الفخر والاعتزاز. الذاكرة الوطنية وجدت لها حيزا كبيرا في مشروع الجزائر الجديدة التي تهتم بالحاضر والمستقبل، لكنها أبدا لا تنسى تاريخ الأمة وذاكرتها الجماعية. ولاية خنشلة، ولاية التراث الأصيل والتاريخ العريق، تتميز بطبيعتها الخلابة وتضاريسها الوعرة. ديناميكية عالية تشهدها هذه الولاية بعد أن استفادت من برنامج تكميلي على غرار ولايات أخرى من البلاد في إطار تنمية مناطق الظل عبر مختلف الولايات، برنامج انطلق أواخر 2021 والذي ضم العديد من المشاريع الحيوية الهامة في مختلف القطاعات، مشاريع من شأنها الدفع بعجلة التنمية في المنطقة وجعلها قطباً اقتصادياً هاما لما لها من مقومات وموقع استراتيجي هام. ولاية خنشلة أنا شفتها مراراً، التزمت، معزولة، محتاجة مرافق، محتاجة كذا، محتاجة تشوف بابار، تشوف قيس، فايز، بولفريز، تشوف بوحمامة، تشوف يابوس، تشوف هذه، يعني ما هيش مناطق اللي ما لازمها إعادة النظر وإعادة الهيكلة، وفوراً باقي لها 12 ولا 13 كيلومتر تاع سكة حديدية حتى تخرج من العزلة تاعها، وازدواجية الطريق بين خنشلة وباتنا وبين حتى تلتحق بالطريق السيار، يعني تتوفر فيها كل المقاييس نتاع العزلة ونتاع. ماذا بينا في أقرب وقت لما البرنامج تاع خنشلة ينضج تتنقل الحكومة في عين المكان وتاخذ القرارات في عين المكان، تكون أول اجتماع تاع الحكومة خارج العاصمة. مش معناه بلي خنشلة وحدها، ولكن فيه ولايات أخرى كذلك، في ولايات كان بالأقل واحد 15 ولاية. الدولة عاونتنا في جوتا جوت، عاونتنا في البسانات. أنا نطلب من الدولة درنا السد هذا من لاقو، راهو خرج قال شي واحد المشروع نتاعو مازال ما بداوش فيه. الدولة راهي تعاوننا الدولة، راهم الناس كلها وكان ماهيش الدولة. الناس هذه السنة راهي رشات، على بالك هي اللي عاونت الفلاح في البسانات، دار ستوك نتاع الماء. فيما يخص غير انا برك نهضر على نفسي، انا بكري ما عنديش الكهرباء، هاو عطاو لي البوست وحدي، هاو البوست وحدي، هاو عندي لي شامبرا فروه، عندي لا لانكار، يعني الدوله عطات لي التريسيتي انا. مختلف الصيغ سلمت، وأخرى تنتهي بها الأشغال قريباً. تخص السكنات المتبقية التي تقارب 60,000 وحدة سكنية. نحن نعمل بجهد لإكمالها في القريب العاجل إن شاء الله. فيما يخص برنامج عدل 3 وبعد قرار السيد رئيس الجمهورية بالانطلاق فيه في بداية سنة 2024، قامت وزارة السكن عن طريق وكالة عدل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانطلاق في هذا البرنامج قبل نهاية السداسي الأول، ومن بين هذه التدابير هو تحديد الأرضيات اللازمة للانطلاق في هذا المشروع. فقد عملنا مع السلطات المحلية في كل الولايات وذلك لتحديد الأرضيات والانطلاق في هذا ولاية بني عباس، ولاية القصور العريقة والمناظر الطبيعية الساحرة، ولاية استحدثت مؤخراً ضمن التقسيم الإداري الجديد. برامج تنموية مختلفة تستفيد منها الولاية اليوم، شغل فيها قطاع التربية والتعليم حيزاً كبيراً. فعلى غرار مختلف ولايات الوطن استفادت هذه الولاية الفتية من إنجاز مؤسسات تربوية جديدة في مختلف الأطوار، وتعميم الرقمنة باستحداث الكتاب الرقمي، إضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي. إجراءات تتجسد اليوم في الميدان للنهوض بالمنظومة التربوية الوطنية. أولت السلطات العليا للبلاد اهتمام كبير لقطاع التربية، خاصة من إنشاء الهياكل والمؤسسات التربوية، حيث أصبحت كل المؤسسات الجوارية للمراحل التعليم الثلاث، ناهيك على توفير النقل المدرسي والإطعام، حيث تقدم وجبات ساخنة تحترم معايير الصحية، وكذلك توفير التدفئة والتكييف في كل ربوع الوطن. أما مستحدثات السنة الدراسية والتي هي منبثقة من سياسة الدولة، فقد تم تنصيب تدريس اللغة الإنجليزية وكذلك تدريس التربية البدنية بأساتذة مختصين. حظيت ولاية بني عباس ب 29 أستاذ تطبيقا للقرار الرئاسي، وبعد إدماج أزيد من 92 ألف أستاذ متعاقدا على مستوى الوطن، وأجريت لهم عملية تكوين في أحسن ظروف. أما بخصوص رقمنة لقطاع التربية، قد قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا في رقمنة القطاع. إعادة إدماج مادة التربية البدنية في الطور الابتدائي، إجراء آخر أتاح الفرصة أمام آلاف من الشباب الجزائري خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية ولاية تامنغاست، عاصمة الأهجار، عاصمة الإرث الحضاري الضاربة جذوره في أعماق الحضارة الإنسانية، حضارة لا زالت شواهدها تقاوم الزمن. الألياف البصرية أو المدعوة بالافتتاش، فقد تمكنت اتصالات الجزائر اتصال، وهو اليوم راه كاينين تقنيات جداد نتاع الالياف البصريه، راهم كاين بلايص اللي راهم ديجا مربوطين وبلايص مازال، ان شاء الله يزيدوا يربطوا البلايص اللي بقاو، وتالي نزيدوا نركزوا باش يزيدوا يحسنوا خدمه التدفق، لانه فعلا هذا المشروع اليوم هو مشروع حيوي ومشروع يساهم بطريقه كبيره يحسن المؤشرات الاقتصاديه الاجتماعيه نتاع الساكنه، خاصه في المناطق البعيده. الترويج للمنتجات التقليدية عبر الويب أصبح اليوم متاحاً للكثير من حرفيي المنطقة، وهو ما يتيح نافذة جديدة لتسويق منتجاتهم ويساهم في الحفاظ على هذا الموروث وتنشيط الصناعات التقليدية والحرفية. نحنا معروفين دركا بلا بيير تايي، نزيدوا لها الفضه ويا سيدي بيير بريسيوز كيما حوايج بزاف اللي عندنا رانا نبيعوا ما شاء الله، يعني بالانترنت سور انترنت راه عندنا هنا يروحونا ادوميسي، صدير نبعثوا واحد يدير لا كوموند يشوفوا الفيسبوك سلعه واش باغي، كي يبغي حاجه يقول لنا هذه ولا هذا لو شونتيون نبعثوه له مع هذا نتاع السريع هذايا، ونفعونا به يعني الحق، يعني ملي حلونا هذا الانترنت هذه نفعونا به، باسكو زمان كان اللي ما يجيناش هنايا ما يشوف غير اللي يجي يشوف السلعه، بصح دركا يعني سهلوا لنا الامور بزاف بهذا البيع نتاع الانترنت. توفير الموزعات الآلية عبر مكاتب خاصة سمح لمواطني هذه المناطق من سحب أموالهم بأريحية. شباب من المنطقة يسحبون أموالهم للمرة الأولى بعد استحداث منحة البطالة. إجراء آخر جاء ليجسد حرص الدولة الجزائرية على حفظ كرامة هذه الفئة من المواطنين التي تنتظر فرصة للتوظيف ودخول عالم الشغل. يعني أنا مستفيدة في منحة البطالة، عندي 6 أشهر ووصلتني رسالة وجهوني للتكوين وراني نقرأ إن شاء الله. منحة البطالة وغيرها من الإجراءات التي تتعلق مباشرة بالحياة البسيطة للمواطنين. وكنا نستمع إلى تصريحات السيد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته الصحفية وهو يتحدث عن أدق التفاصيل التي تعني المواطن مباشرة في معيشته. التعليم الجامعي تحدي آخر قطعت فيه الجزائر الجديدة أشواطاً جبارة. أمام العدد المتزايد للطلبة الجدد الذي يفوق 200,000 طالب سنوياً، من خلال توفير المنشآت القاعدية من جامعات ومدارس عليا ومؤسسات متخصصة، وتطوير البرامج التكوينية والوسائل البيداغوجية وتشجيع البحث العلمي، بالإضافة لاستحداث تخصصات جديدة تتماشى والخيارات الاقتصادية للدولة الجزائرية ومتطلبات سوق العمل. توجه الجامعة الجزائرية عن اقتصاد المعرفة، بحيث أن الجامعة تولي مصدر لإنتاج الثروة، مما يؤدي إلى أنها تكون قاطرة المجتمع وتساهم في تطور المجتمع. التوجه الجديد للدولة الجزائرية خاصة في إنتاج الثروة عن طريق الحاضنات التي كل جامعة الجزائرية تلقى الحاضنات. مستمر أكثر من 900 مؤسسة ناشئة التي تحصلت على لابيل وهي موجودة على مستوى الأسواق. العديد من المؤسسات الجزائرية حصلت على جوائز على المستوى العالمي، الأمر الذي يبين أن النسق بدأ يتزايد، وعلما بأن في المؤسسات الناشئة العملية التزايد هي عملية هندسية، بمعنى أننا اليوم لو كنا في رقم 900 ممكن جدا أن في السنة الماضية راح نكونوا في 125,000 مؤسسة، بمعنى أن النسق تزايدي، وكل ما كان الأمر في هذا النسق كل ما أعطى الإشارة إلى الأجيال الجزائرية بأن تبقى في بلدها وأن تخدم في بلدها، لأن ببساطة الظرف والإمكانيات التي سخرت تساعد على نمو هذا القطاع بصفة كبيرة جدا في المستقبل. اهتمام بالغ بفئة الشباب يتجسد يوماً بعد يوم على أرض الواقع، يتعدى الجوانب المعيشية والمادية للحفاظ على الهوية والذاكرة الوطنيتين. في عصر لا يؤمن بالهوية، في عصر يحارب عن طريق الإعلام المفتوح، وأن العالم الآن أصبح كغرفة جية يرى خارجها من داخلها ويرى داخلها من خارجها. فهنا يأتي التحدي للخطاب المسجدي ليحافظ على هوية المجتمع، على لغات المجتمع، تقاليد المجتمع، الأفكار التي والقيم التي يبنى عليها هذا المجتمع. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها الخطاب الديني في المسجد الثوابت التي آمن بها هذا المجتمع من دين ووحدة وتماسك ومساواة بين الأفراد المجتمع وغيرها من هذه الثوابت التي تمثل البر الأمان وتمثل صمام الأمان للمجتمع. في مقاربة جزائرية خالصة يتجسد فيها الفكر المعتدل ومحاربة كل أشكال العنف والتطرف ونشر قيم التعايش والتسامح والمواطنة من خلال خطاب ديني معتدل يسمع صداه من مختلف منابر مساجد الجمهورية المنتشرة عبر ربوع الوطن. لما للذاكرة الوطنية من دور كبير في ترسيخ منظومة القيم والحفاظ على المرجعية الفكرية للجزائر ومحاربة خطاب الكراهية وتعزيز أسس الهوية الوطنية. مجابهة كل حملات التزييف وطمس الهوية الوطنية التي عرفتها الجزائر كان من الأسباب وراء استحداث قناة الذاكرة، دعامة إعلامية تتكفل بالدفاع عن كل ما يرتبط بالذاكرة الوطنية والرد على كل المغالطات التاريخية والمساس بالرموز الوطنية من خلال شبكة برامجية ثرية تسهر على إعدادها أطقم صحفية ذات خبرة وكفاءة عاليتين الحقيقة تأسيس قناة الذاكرة إلى جانب كل قنوات التسعة الموجودة في التلفزيون الجزائري واللي تثري الحقل الإعلامي في الجزائر فكرة رائعة جدا، خاصة لأن كل الأمم والشعوب بحاجة إلى تاريخ، والحقل الإعلامي كان له دور مهم جدا يعني في الجزائر. أتحدث على قناة الذاكرة الشاملة يعني منصات رقمية للإنتاج والبث، نذكر منها منصات البث عبر الإنترنت IP بتقنية الستريمينج، البث التلفزي المباشر، وتقنية الفي او دي، فيديو اون دوموند، الفيديو حسب الطلب، لقنوات جزائرية التي يمكن استقبالها عبر مختلف الأجهزة الذكية. الجالية الجزائرية مكون أساسي من مكونات المجتمع الجزائري، حظيت هي الأخرى باهتمام بالغ ضمن مشروع الجزائر الجديدة، من خلال جملة الإجراءات التي تصب في صالح مواطنينا المتواجدين خارج الحدود الوطنية. أكبادنا لها في الخارج، أولادنا، جالية جزائرية في الخارج. أنا حاولت باش نرسخ تقاليد، أينما حليت في أي دولة نمشي لها لازم نتلاقى مع الجالية تاعنا أولا. أعطيت تعليمات صارمة للسلك الدبلوماسي تاعنا والتكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفارات تخلق هيئة تاع محامين للدافع على مصالح مؤسستها اهتماما كبيرا بالجالية الوطنية بالخارج، تجسيدا لالتزامها القاضي بحماية الجالية الوطنية بالخارج وترقية مشاركتها في التنمية الوطنية. الشق الاجتماعي اللي بالنسبة لجاليتنا في الخارج، وأننا نقوم بتلبية احتياجاتها بالاستجابة لطلبات الجالية، فيما طلبات الجالية التي عبروا عنها خاصة في الاستفادة من صندوق ضمان المشاريع والتقاعد هنا في الجزائر، ففتحت لهم إمكانية هذا الانخراط في الصندوق عبر بوابة إلكترونية. الجالية أيضا كما تعرفون بالنسبة للمجتمع المدني ممثلة في المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثلة خاصة في المجلس على الشباب الذي يضم العديد من بين أعضائه في من الجالية الوطنية بالخارج، ولديهم أيضا نواب بالمجلس الشعبي الوطني. تعكف الدولة على إنشاء هيئة وطنية متخصصة خاصة بالكفاءات الجزائرية بالخارج، من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية. يبقى أن نتكلم في الأخير ربما عن القرارات التي اتخذتها الدولة الجزائرية بخصوص إنشاء فروع بنكية في خارج الوطن. قصد من ذلك هو تسهيل سهولة الأموال والمدخرات للمواطنين في الخارج مع وطنهم الأم، بما ربما يحفز هؤلاء الرعايا إلى المساهمة في الاستثمار المباشر المنتج لخدمة الاقتصاد الجزائري في المشاريع الاقتصادية. ولأن صورة العودة لا تكتمل بالداخل فقط، شهدت الجزائر عودة ملحوظة لمكانتها المتميزة بين الأمم. شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً رسخ لعودتها بقوة في المحافل الدولية واستعادتها لمكانتها الريادية بين الأمم. وهذه العودة القوية للجزائر جاءت بناءً وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها الجزائر، والتي كان اعتماد دستور 2020 عنوانها البارز، وسمحت للدبلوماسية الجزائرية أن تشارك وتساهم في مجهودات التجديد الوطني وتحقق مكاسب ونجاحات عديدة. نشاط دبلوماسي مكثف وحضور فعال في المحافل الإقليمية والدولية. مشاريع متنوعة. يسابقون الزمن لإتمام المهمة. مهمة العودة بزاوية موضوعية، نقلنا لكم الحقيقة كما هي في الميدان، بعيداً عن كل تشكيك أو مبالغة أو تشاؤم. لنشر الأمل في غد أفضل وزرع الثقة في النفوس. وإبراز الاستثناء الذي يصنعه الجزائريون اليوم في الجزائر الجديدة، كما صنعه الأجداد بالأمس بالإرادة والعزيمة وروح التضحية في سبيل الوطن. إنجازات هي من صميم الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وأسلافنا الميامين عبر تاريخنا العريق. هي من صميم الوفاء لتضحيات مقاومين الأشاوس عبر كل ملاحم المقاومة والجهاد التي عرفتها البلاد. هي من صميم الوفاء لتضحية ومن الشرق إلى الغرب، تتوالى الإنجازات وتتعزز المكاسب. حق لنا كجزائريين الافتخار بكل ما تحقق. إيماننا بقدراتنا الوطنية والذاتية، وحدتنا وانسجامنا، كلها عوامل تتيح لنا بناء وطننا، بناء جزائرنا الجديدة. تضافر جهود كل واحد منا وبفضل سواعد بنات وأبناء الجزائر نتخطى كل الصعاب ونرفع كل التحديات ونواجهها، بناء لجزائر جديدة ذات مرجعية نوفمبرية وفية لعهد شهدائنا الأبرار وتضحياتهم الجسام، جزائر جديدة كما نريدها جميعا، جزائر قوية ومزدهرة.